تفرق عن بعض الافكار واحنا دوم اللي نختار تفرق عن بعض. في ظل هذه الاجواء الفنانه والرائعه ماني قايل الكلمه، لكن نبي نخش على الاطفال هذول ونسالهم السؤال اللي بيني وبين احمد، نسال الجميلات الامورات اللي هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. كيف الاجواء هنا، مبسوطات ولا شوي؟ مبسوطات. طيب يا امورات، اول شيء نتعرف على اسمكم. انسانه، وش اسمك يا قمر؟ بدريه. والقمر الثاني؟ جوانا. اول شيء قمر ولا قمره، وش الصح؟ قمره. قمر ينقال عليه يعني ولد ولا بنت القمر؟ ولد. المفروض نقول قمر مو بقمره، صح؟ طيب يا امورات، عندي سؤال بسيط لكم. انت في المدرسه يا بدريه صح؟ ايه. وانت يا جوانا؟ ايوه كمان. باي صف؟ ثاني. اولى. طيب يا بدريه ويا جوانا، الاحسن والاجمل اللي تشوفونه الحين المدرسه اللي في البيت اللي من الكمبيوتر عن بعد، ولا تقولون ودنا نرجع اول للمدرسه نجي نلعب جوا المدرسه ونسوي فعاليات، ايش رايكم؟ نرجع للمدرسة أحسن؟ أيوة. مو أحسن أنكم الحين جالسين في البيت وتسوون فعاليات؟ لا. يعطيكم العافية أمورات، قولوا لهم نيكست. نيكست. أنا برضو واحدة من الأمورات اللي تحب الورد، الورد لما بيشم الورد. خلينا نشوف الأمورة هذه ونسألها سؤالنا عن بعد ولا عن قرب. Let's go. كيف حالك؟ كيف حالك يا مورا؟ الحمد لله. أمورك طيبة؟ طيبة. حالك كذا أول شيء؟ وش اسمك؟ ليمار. ليمار؟ أيوة. أي صف يا ليمار؟ ثالث ابتدائي. ثالث ابتدائي ليمار. سين سؤال. أيوة. جاوبي. يلا وش السؤال؟ سألت سؤال أنت، جاوبي الجواب. سين أو باء؟ إيه. باء. باء. لا توني مسألة. أوكي. طيب السؤال يقول يا ليمار، وين كاميراتنا هذه؟ يقول السؤال، والسؤال يقول المدرسة الحين بالمنصة وانت جالسة في البيت وتتابعها من الكمبيوتر أحسن، ولا لما تجي المدرسة وتسوين فعاليات مع الزميلات، وش كان الأحسن جو بالنسبة لك؟ لما أروح المدرسة لأنه تونس. لما تروح المدرسة لأنه تونس. إيه، عند صديقات ونلعب ونستانس. مو عن بعد أحسن؟ لا. بعضهم يقول لا عن بعد أريح وبدال لا نتعب وكذا، وش رأيك أنت؟ لا حلو تتعبون عشان تنجحون. سلام عليك، اسمعوا كلام ليمار، تتعبون عشان تنجحون. يقول لك من زرع من جدة قولي وجد. وجد. ومن زرع قولي حصد. 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 قولي لهم نكست. نكست. نحتار راح نطرحها بين اثنين.